استاذ عبد الرحيم راك منور تبارك الله عليك. قلتي دابا يلا شهرين باش بديتي هذا المشروع، ثلاث شهور. شنو كنتي داير قبل؟ ديال البوش. ديال البوش شو وقت شو وقت ياك باقي مشوق قلال قلال السوق راه شويه واحد الحرفه لقينا فيها راحتنا الحمد لله. اي حاجه تلقى فيها راحتك راه شي مزيان. الناس كلشي كيعرفك هنايا في السوق، معروف مشهور. اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. حنا الان كنتواجدوا في السوق الشعبي هنا في منطقه درب الانجليز. درب الانجليز هنايا في المدينه القديمه. جينا باش نقربوكم من الاشمنه ديال البيض والانواع ديال البيض. كيف كتشوفوا معنا يعني الثمن غادي وكيرتفع. واصل البيض 22 ريال يا كسيدي 22 ريال. كاينه درهم ايوا. كيف كسمعتوا معنا كاينه درهم كاين 22 درهم. كاينه كاينه حتى 30 ريال واقع على بالي. ما كايناش 30 ريال. اولا السلام عليكم ومرحبا بك على قناه شوف تي في. اجي هنا شويه باش ناخذوا معك. قربنا شويه من الاشمنه ديال البيض بدا تعرفوا عليك انت. اول حاجه هو تعرفوا الاشمنه كاينه. السلام عليكم القرضي عبد الرحيم بائع البيض. كاين الاشمنه كاينه بين درهم 22. الاشمنه راه متناول دابا بحال البورصه مرة طالعه مرة هابطه. البورصه البيض راه البورصه مرة كان نهار ديك التيمانه كان شويه دار ارتفاع وثاني انخفضت ثلاث ايام اخرى. وفين انخفض الثمن ديالو ولا شي اخبار ولا الحمد لله. الحمد لله هو ملي كيطيح ملي كيطيح الناس كيدي يديو بلاطو كيديو نص بلاطو. ملي كيكون غالي كيدي خمسه سته على جهد على جهد جيبو. دابا الحمد لله راه الثمن راه متناول الجميع. راه كاينه درهم كاينه 21 كاينه 22. انا 22 راه السلعه كتكون 22 كتكون سلعه مليحه. شحال كيتقام البلاطو؟ بلاطو دابا انايا تنوم عليا ب 28. القضيه عندي انايا ب 28 درهم وكنبيعو ب 33. واحد البركه اللي خديتها والله. يجرب دابا في البلاطو دابا صراحه. البلاطو كتربح فيه 90 ريال. 90 ريال كتقدر تلقى بيض. شحال معيش بيه ديال الوميدات؟ واو دير الا دخلتك للدار ما سبعه. حنا سبعه تبارك الله. سبعه تبارك الله يلا سبعه. معيش من بعد الطويب لهذا؟ معيش من بعد الطويب. سبعه عندي ثلاثه ديال الاولاد والمراه وواحد اخت المراه عندي والوالده. الحمد لله اللهم لك الحمد. عندي جوج دريال بعض المرات ثلاثه دريال. جوج دريال تقريبا جوج دريال اللي كتكون صافي. جدري ليك كتكون صافيه. كنجيب ديك 900 ولا 800. البيضه شحال تربح بها دابا البيضه؟ البيضه جوج دريال. جوج دريال كتحيد الكسور. خدامه بجوج دريال يعني؟ جوج دريال هي جوج دريال كتبقى لك صافيه. كتحيد الكسور انت الكسور اهو. بدينا حطينا هاد البلاطوات راه لقينا المهرس. يمشي البلاطو دابا لا واش غادي دير؟ اللهم لك الحمد حمدنا الله وشكرنا. ترى درهم راه كاينه ولكن راه كيبيع كميه كبيره. اللي كيبيع بدرهم راه كيبيع كميه كبيره. كيقدر يبيع 4000 5000. عجلك قبل ما معليش. كيفاش دخلتي لهذا الدومي؟ كيفاش فكرتي فيه؟ ودي كانوا شهر رمضان. شهر رمضان وقلنا توكلوا على الله. كنت كنبيع البوش ومن شهر رمضان كنا توكلوا على الله في البيض. خدمنا فيه بقيت فيه بقيت فيه. عجبك الدومين هذا؟ والحمد لله اللهم لك الحمد. حنا كيجيونا ناس حباب كعايشين كيتعاونوا معنا وتا حنا راه معاونين مع الوقت وصافي. هادشي اللي كاين. مرتاح انت في هاد الدومين؟ والحمد لله اللهم لك الحمد. البوشي علاش حيدتي؟ البوشي كان غلا. كان غلا وقلال. كان غلا كان غلا كان تقريبا ده. كان غلا كان البوش دار كان وصل حتى ل 45 50 درهم الكيلو. وصل رمضان كنا نديرو البيضه حنا بقينا دايرين اللهم لك الحمد. الحمد لله تبارك الله عليك وكنشكروك على الله يعطيك الصحه. خلي دوزنا معاك الله يعطيك صحتك اخويا. شنو تقول خوتك المغاربه يعني الناس اللي باغيين يديروا هذا الدومين هذا؟ شوف شوف اللي بغى يدير شي حاجه توكل على الله. راه ربي راه ما كيخيب حتى واحد. ربي راه ما كيخيب حتى واحد. وراه شوف شحال ديال البشر كيلو وكله كيدار لي الله كله باش معيشوا الله. اللي نواشيني يا ربي يعاونوا عليها وصافي. هادشي اللي كاين. تبارك الله. الناس اللي بغاو يجيو يتقداو فين يلقاو؟ وانا
انا في الدرب الانجليز راه معروف انا معروف اللي جمر ابراهيم معروف ابراهيم اللي جمر حبابي اخويا سول على عبد الرحيم اللي داز راحنا مرحبا بها اللي كاين هو هذا مدرقين ما دايرين كروسو وحاطين اللي كاين هو هذا خويا الله يسترك.